جزاكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. اليوم كان في جلسة خاصة في مجلس الأمة عن القضية الإسكانية، وأنا أخاطبكم مشاهدينا الكرام دون تجرد، ما في يعني الوضع ما يتحمل اللي قاعد نشوفه من نواب مجلس الأمة ومجلس الوزراء. قضيتهم الإسكانية أنا توقعت وتأملت أن يكون هناك حلول للأسعار، لمواد البناء، لمدن جديدة، لتسهيل الآلية، إزالة معوقات عن الأراضي، لكن سمعت تباشير خير، وسمعت أحد الوزراء يقول هذه جلسة تاريخية، والنائب الثاني يقول إحنا أبينا أن نكون لنا وقفة في هذه القضية. يا أخواني يا أفاضل، الدستور الكويتي كفل للمواطن الكويتي حق المسكن، مو شيء جديد. بنك الادخار اللي كان في السابق بنك التسليف، حكومتنا مشكورة كانت فيها سيولة وكانت كانت تغذي الأسكان من هذا البنك للمواطنين. شنو الجديد والإنجاز اللي أنتم سويتوه عشان تهللون وتكبرون فيه؟ أحد الأخوان يقول لك والله يحسب لهذا النائب استجوابه، والثاني يقول والله يحسب لهذا الوزير اللي حس فينا، والآخر يقول لولا وقفة هذا النواب تبون نصوت معاكم القضية الإسكانية، وكأنهم جايبين التباشير لنا. أنتوا قاعد تضحكون على منو؟ أنتوا تفقهون في الأبجديات ألف باء تاء ولا ما تفقهون فيها؟ أنتوا تعلمون ولا لا تعلمون؟ هذا حق كفللي. هل أنتم رفعتم الليمت لهذه المبالغ لبنك الادخار عشان يغطي جميع طلبات الإسكان؟ حطيتم مبلغ خذيتم من جهة أخرى، وسلامات كل سنة طيب، غيره ما في شيء. شنو الشيء الجديد اللي سويته لي؟ شنو القضية اللي انت حليتها لي؟ مبلغكم اللي حطيتوه يكفل حق 11,000 أسرة كويتية، زين والباقي يقعدون ينطرون جلسة ثانية؟ يا أخوان حدث العاقل بما يعقل، تكلموا بواقع. أقولها الآن عشان أثبتها لمن يتابعني، هذه مناشدة لأي وزير معني في هذا الأمر القضية الإسكانية، أو أي نائب يرى أنه ملم المام تام في هذه القضية، تعال هني خلني أجردك أمام المشاهدين. كفاكم ضحك على الذقون أو أنكم تجهلون بمواد الدستور الكويتي. أعطونا شيء نتلمس على أرض الواقع. يا عمي دشوا انتوا، دشوا الهاشتاقات القضية الإسكانية، شوف التصاريح، وجايبين لك إنجاز يعني. لا أنا من هذه القضية أنا غسلت إيدي من النواب مرة واحدة خلاص، لا طبنا ولا غدشر، ما شفنا شيء منكم. فالله يرحم الحال، والله يعوضنا في قادم الأيام، وتدور العجلة بإذن واحد أحد. اليوم مشاهدينا الكرام حلقتنا مفتوحة كالمعتاد، اللي حاب يتواصل معنا وشاركنا عندكم الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، هذا مخرجنا حاطها لكم على الشاشة، ومعدنا على أتم استعداد تلقي اتصالاتكم، واطرحوا القضايا اللي أنتم تبونها أو أنتم حاسين أنكم توصلونها. بالأمس كان تصفيات ومشاركة منتخب الكويت لكرة اليد، وكما تعودنا في أذيال الهزيمة، هزيمة تلو الأخرى وآلام تشوفها. أنا واحد من الناس يعني تحسرت على الوضع اللي قاعد يشوفه، من كنا أبطال في أرضية ملعب كرة اليد إلى دموع اللاعبين قاعدهم يبكون، وتشوف الفريق الثاني الآخر يضحك. أنا أقول من هو المتسبب الحقيقي؟ يا جماعة هل هناك في جميع الألعاب دون لعبة عن أخرى، هل في أحد فيهم استشعر وقدم استقالته؟ يا أخوي ما فيك حس، ما فيك مسؤولية، ما تحس، ما في عاطفة، ما في إحساس، ما في غير على هذا البلد. حرام اللي قاعد يشوف الرياضة الكويتية من انحدار إلى انحدار. زين الحل يا أخواني، لو يجيك نائب، مشكلتنا أقول لكم وين ما أروح أواجه اثنين،
لا ثالثة لهم، يا عضو مجلس أمة يا تاجر. بس عضو مجلس أمة كوبي بيست بمن قدمه في مجلس 2016 قدم الحين. يا أخوي معروف اللعبة، ونعرف من اللي بياخذ الرياضة يهيمن عليها بأمواله ويستولي على أراضي الدولة، نعرف هذه اللعبة. لا تحط نفسك ذكي وانت في آخر المركب، لا تذاكى علينا، احنا شايفين بس نسكت ونتأمل. وأنا قلتها قبل شوي، خلاص غسلت ايدي منكم، لا حل لديكم. فنقول من المتسبب الآن؟ أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة اليد، واحد فيكم يطلع يصرح، يعتذر، يتكلم، يذكر الأسباب. من اللي يشيل الهم؟ من اللي يشيل الليلة اللي أمس صارت؟ حتى الثانية الأخيرة وقفت ضدنا وفاز علينا. بس للأسف لا حياة لمن تنادي. ليش؟ نرجع لأول المركب، نقولها مرارا وتكرارا، أنتم السبب. تروحون قلص باكجات يسجلونكم في الجمعيات العمومية للأندية، وأنت تجي مسير وتروح وتصوت حق اللي هو يبيك، اللي ماسكك في مربطة أو في السلسلة اللي ماسكك فيها، وتروح تصوت له وروح، ويجي ويعتاش وقاعدين سفرة سويتات وأجنحة ويومية ويلا، ولا حد يحاسب. ليش؟ أنه ما حد يحاسب، ما في أحد يحاسبهم. والله أقولها لكم، وصلوها لأعضاء اتحاد كرة اليد، لو هناك إحساس بسيط في المسؤولية، يا أخي اطلع اعتذر، آسف حكم علينا واستبشر. بس بالدباجة مشى. أنا أعلم أنكم لا تملكون الجرأة في عملية الاستقالة، بس للأسف هذا اللي اختاروه الشباب الرياضي في الشارع الكويتي. شيل أنت وياه هذه الفئة. اليوم نروح معاكم مشاهدينا ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال هذه الحلقة، وإحنا على أتم استعداد لشيل جميع الاتصالات. يا أخواني، في حادثة قاعد تصير وأستدل عليها بما كتبته جريدة الشاهد القراء، أن حوادث قاعد تصير في الطرق، ولما تشوف المتسبب في الحادث ولا وافد والأدهى والأمر ما عنده إجازة، شلون قاعد يسوق سيارة مركبة بالطرق الرئيسية وما عنده إجازة؟ عنده كفيل شاد الظهر فيه، العين الرقابية غايبة عن دورها، من يشيل هذا الوضع اللي قاعد نشوفه؟ لا، والمشكلة شنو؟ أكثرهم مندوب، مصل طلبات بأي شيء، والأخوان في المرور في سبات عميق. وين جهدكم الجهيد اللي تعودنا عليه في السنوات الماضية؟ وين دوركم الملموس الواضح يا أخوان؟ يعقل ما عنده إجازة؟ هذا شنو يعطي إشارة؟ يعطي إشارة أنه ما في عين تراقب وتحاسب. الوضع سمهللة عندهم، مشي الليلة. إذا عندكم اتصالات يا أخواني، ناصر حياك الله. هلا فيك، حياك الله، كيف حالك؟ تفضل يا أستاذي. الله يسلمك. الله يسلمك. بخصوص قضية البدون. نعم، يا هلا مرحبا. تفضل، اسمعني من السماعة وقصر على التلفزيون، وأتمنى ينول المخرج والمعد على المتصلين. تفضل يا ناصر. تفضل يا ناصر، كيف حالك؟ الله يسلمك ويطول بعمرك اخوي. احنا نبي نسالك عن قضيه البدون اللي قالوا 4000، يبي يطلع كل سنه 4000، ما شفنا شيء حد له، وهي امورها خاصه ومجهزيه، وقالوا ابشروا بالخير، وقالوا اللي بيحصى 65 وعنده احصى قبل 65، عنده طلع عمرك 59 داخل والدي الجيش الكويتي ب 59، وجبنا شهاده من وزاره الدفاع. نعم. وسلمناها مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء خلصها، وقفت بمجلس الوزراء لحد الآن.
متى اخر دفعه مثلا منحوها حسب ادعائهم وكلامهم ان سنويا سوف نجنس 4000 شخص؟ سمعنا واجد قلنا وقبل احنا كل اوراقنا بمجلس الوزراء من من 59 احنا مقدم اوراق وجبنا شهادات من الاعضاء القدامى الله يرحمه اكثره هذا وش اسمه ابن شنفة ومنه عباس حبيب مناور ومنه طال عمرك علي الدويله ومنهم طال عمرك وش اسمه عباس حبيب مناور كل الاعضاء وجبنا وقالوا نبي احصى 65 جبنا 65 وجبنا 70 75 يعني كلماتك ان يا جماعه الوعود اللي قلتوها في السابق انه سوف يتم تجنيس المستحقين بعدد 4000 شخص نتمنى ان تفعيلها على ارض الواقع، صحيح يا استاذ ناصر؟ ما اسمع اقول صحيح اللي ذكرته لك الحين؟ سمعنا كل شيء بيجي وبشوف شيء يحدله ان شاء الله انهم يسمعون ان شاء الله يا ناصر، مشكور يا ناصر، مشكور يا حبيبي. وليد حياك الله. وليد السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. يعطيك العافيه. يعافيك استاذي حياك الله. الله يعطيك العافيه اخوي. يعافيك وطول بعمرك. اخوي طامر كان عندي موضوعين طامرك. تفضل استاذي. اول موضوع طامرك بالنسبه للجلسه اليوم. اي نعم. اي نعم طامرك. الجلسه اليوم انا ما اقول له مع الاسف. نعم. هذا اول نقطه. نعم. مع الاسف ليش؟ النقطه الثانيه اخوي ابداح. مع الاسف ليش قلت مع الاسف؟ ما ادري صار على متقاعدين يا اخوي ابداح. نعم انت قلت جلسه اليوم مع الاسف، ليش مع الاسف؟ ما كانت على مستوى الطموح؟ نفس المساومه. نعم مع الاسف بس. نعم. الموضوع الثاني ان الاعضاء خيبوا ظنوننا يا اخوي ابداح. نعم الله يهديهم ان شاء الله. الموضوع الثاني اخوي ابداح بالنسبه للمتقاعدين. متقاعدين نعم. ما ادري ايش صار علي اخوي ابداح. متقاعدين ان شاء الله. انا شفت الاخوان اللي كانوا عندي متواجدين هني اثناء الحلقه. شاكر لك عن داخل اخوي ابداح. الله يرحم والديك. مشكور يا وليد، مشكور يا وليد. خلني اخذ كلام اخوي ناصر، ان شاء الله انه يتفاعلون في عمليه التجنيس حسب ما ذكروا وحسب الاليه اللي قالوا عنها والنهج اللي بيمشون عليه، والمستحق يستحق بوجهة نظر الجهة المعنية. إن عدد 4000 وأخونا ناصر أحمد يتساءل في هذا الجانب. أخوي وليد خالد ذكر أن جلسة اليوم مع الأسف مقايضة. هي مو مقايضة، هي مسرحية متفق عليها. إحنا شنو الشيء الجديد اللي سووه لنا أو عطوناه أو تلمسناه؟ ما في شيء على أرض الواقع. بخصوص المتقاعدين يمكن رأيت مقطع فيديو أن الإخوان اللي كانوا ضيوف عندي من هني تجمع المتقاعدين أن راحوا لرئيس مجلس الأمة والتقوا معاه وقال راح تكون قضية الأولى نشوف. يا خوفي تصير نفس كروت البنزين يا رئيس مجلس الأمة، بس للتذكير. راضي حياك الله. يعطيك العافية أبو خالد. يعافيك وطول بعمرك. مساك على القوة إن شاء الله. الله يقويك يا أستاذ. أنا بغيت أتكلم على جسر السكراب اللي هو جسر أمغرة. جسر أمغرة، أي نعم. باتجاه الدوار اللي يوديك داخل جهرة. نعم. هذا يعني صار له سنين، مو سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع وخمسة، تعال شوف الشوارع. الشارع مكسر لدرجة أبو خالد والله ما تتوقع. نعم. الشغلة الثانية الجسر الفاصل ما بين سعد العبد الله ويدخلك جابر. نعم. جابر الأحمد. نعم. نزلت جابر الأحمد، شنك بتروح جابر الأحمد؟ تعال شوف الإضاءة، صار لها يمكن ثلاث سنوات طافية لحد الآن. لحد هذه اللحظات؟ والله العظيم لحد الآن، روح شوفها. نعم. تدري الإضاءة منورة أول ما توصل دوار جابر. أول دوار جابر هني الموقع صحيح؟ إيه هني الإنارة لا تولع، بس وأنت نازل بتروح الجابر من الجسر هذه الإنارة طافية. نعم. هذه طافية كلش. مشكلة والله يا راضي. والله العظيم تعال شوفه يا ابو خالد، تعال شوف جسر السكراب وانت رايح لا الجسر هذا تعرف ليش مكسر؟ لانه ما يسلك المسؤول، لو يسلكه يبلطه حق نفسه مو لي ولا لك، هذا واقع. والله يا ابو خالد تبين اصور لك تعال شوفه شلون مكسر، ما نقدر يعني نطلع منه الا نروح صورهم وخل زميلي علي العنزي يعرضها في مؤشر اليوم ويسلط الضوء عليها، وصور حتى كذلك يا استاذ راضي الاناره، موقع الاناره. خلنا نوصل كلمات اللي معالي الوزير
انه ليش الاناره هني طافيه؟ والله شو الاسباب؟ مشكور يا راضي. العدواني حياك الله. السلام عليك. سلام الرحمه. كيف حالك؟ الله يسلمك يطول بعمرك. عساك طيب. الحمد لله. حيا. تفضل. شلونك؟ طيب. اخوي ان الاخوان كويتيين. نعم. وللحين مجلس الوزراء من مجلس العليا لمجلس الوزراء وللحين حد ما حد سمعنا اخواننا كويتيين مادة الاولى. نعم. من اي ناحية؟ وللحين ما حد سمعنا. من اي ناحية؟ ها؟ من اي ناحية؟ شو اللي تبيه بالضبط عشان التجنيس. تجنيس. عن التجنيس. ابناء 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 الكويتيات. ابناء لا اخوان. اخوان. الام وابو. يعني احد الاخوان كويتي والثاني غير كويتي صحيح؟ اي نعم. وصل كلامك العدواني. نعم. وصل كلامك. اسمعني من السماعة يا معد. نوه عليهم. اسمعك. يلا اسمعك. تفضل. لحظة. مشكور يا العدواني. مشكور يا العدواني. يعني مخرجنا الله يهديه يقول اذا لم يستجيبوا المتصلين في تقصير الصوت يقول راح افصل عليهم لانه يسبب ازعاج عندهم ويسبب ازعاج عندي بالسماعه، فاسمع صوتين. الله يرحم والدك، ترى مخرجنا قصاب ما عنده كلمه. ان شاء الله يا سرحان انه يكون هناك يعني التفاته لهذه الفئه. حرام ان هذا كويتي وهذا غير كويتي. في اسباب في امور اتمنى ان يعالجونها لكم يا استاذ سرحان. خلني اوجه كلمه لمن يعليه الامر وتحديدا مديريه امن الاحمدي. الاخوان منطقه المهبوله من ضمن صلاحياتكم هذه المنطقه، هذا واحد. اثنين، اذا زرتوها تشوفون اللي احنا نشوفه اللي يشوفون الناس شو اللي قاعد يصير؟ اي شيء ممنوع مرغوب في هذه المنطقة حسب كلام الإخوان اللي قاعد يوصلون لنا. يقولون عجب العجاب تشوف في هذه المنطقة أشياء خارجة عن القانون. منو معنا؟ فهد حياك الله. حيا هلا أبو خالد. حياك الله تفضل أستاذ. جزاك الله بالخير. حياك الله أبو خالد. عندنا منطقة الأندلس عجب العجاب. إيش فيها بعد؟ فيها اللي يبي يخيم، اللي بيحط شاحنات، تناكر بنزين. الأندلس فيها مخيمات؟ اي والله. شو صارت؟ شو صار؟ أفعلك كل ما يحط له مخيم لا حين خيمه يحطها بأي براحة. اي زين بعد. وسيارات تناكر بنزين ابو خالد بالساحات الترابية. اي والله بنزين هذه موجودة متروسة. لو يجي احد الأطفال يعني ما يعرف قدر المسؤوليه والعواقب يسوي يولع فيها ولعت بالعالم كلها. عرفت شلون؟ نعم. عندك الشاحنات متروسه تلس. اي نعم. مبلغ البلديه ما لهم علاقه، اللي لهم علاقه المخفر. زين المختار ما رحتوا؟ المختار مو مقصر، المختار عز الله انه مو مقصر. مو مقصر راح اذا مو مقصر راح تزال هذه المعوقات. لا ما تزال لان ما في احد يحرك ساكن بالنسبه للمخفر، هذا شغل المخفر لان البلديه ما لها علاقه، طالما السياره انها تتحرك من مكان لمكان المخفر لو يحط بس مخالفه يخالف الشاحنات هذه يوم واحد ولا واحد يوقف ابو خالد. قبل كان شنو انا يقول. اتمنى استاذ فهد. نعم. انا ما لا اعلم منو مختار الاندلس بس اتمنى اقول لك اسمه بالعكس يزيدنا فخر وعزه اسمه متعب الفجي. ونعم بالفجي. أتمنى من مختار الأندلس متعب الفجي أن يسوي مثلا عملية اجتماع تنسيقي وترتيب بين الجهات الرسمية. في لجنة الأهالي موجودة. وين شو تسوي هذه؟ كل احنا اللي نفتر والله يا أبو خالد. إذا وينهم هذول؟ إذا موجودين وينهم؟ كل شيء يسوي المحافظ الله يسلمه من تعين الحين ما شفناه. المحافظ يوصل للدور المختار. المختار يوصل للدور بس ما مو محرك ساكن. لو تحرك يعني هذا هذا محافظ العاصمة. انا بس ببين لك شغله استاذ فهد بس ممكن ما شاء الله يمشون هم بنفسهم. الشيخ فواز ونعم من الشخصيات حلو مع المتصل حلو.
الشيخ فواز يعني من الناس الكفاءات، عسى ربي يطول بعمره ويحفظه، ودائما ابو خالد حريص كل الحرص على محافظة الأحمدية وجهاتها. بس انا بقول حق اخوي فهد احمد، وصلوا الكلام لمختارنا المسي عليه الفجي، نقول له يا ليت يا مختار انه تطلب من الجهات المعنية في المنطقة ويكون هناك اجتماع مرتب من قبلك. صدقوني خلال يومين لا تشوف مخيمات حسب كلام الأخ، ولا تشوف شاحنات وآليات وتناكر فيها البنزين عشان لا يقع مكروه. فجي إن شاء الله كل ثقة فيك يا مختار، وانت إن شاء الله تتفاعل مع هذا الاتصال. منو معاي؟ محمد الهاجري، حياك الله. يا مرحبا خالد، كيف حالك؟ تفضل يا استاذي. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه، يعافيك ويطول بعمرك ابو خالد. طال عمرك، احنا من سكان جنوب عبد الله المبارك. جنوب عبد الله المبارك، نعم. اي، استلمنا البيوت وقاعدين نبنيها، بس ما عندنا مدخل الا مدخل واحد اللي هو عن طريق الداري السابع. نعم، هو لحظه، الجنوب اللي هي جهه المطار صح؟ اي نعم. اي نعم، تفضل. هم حاطين في الخريطه ثلاث مداخل. نعم، الحين حطوا لنا مدخل ومدخل ثاني مؤقت اللي هو من صوب عبد الله المبارك. زين، احنا ساكنين المنطقه العاشره، اذا برجع لازم اروح عبد الله المبارك وارجع مره ثانيه. محمد، قصدك وانت جاي من منطقه محافظه الاحمدي؟ اي نعم، باتجاه تكون جنوب عبد الله المبارك على ايدك اليمين. نعم، لابد يكون هني منفذ للدخول للاسهل. ايه، واسرع بنفس في الوقت. في منفذ في الخريطه ابو خالد، بس ما نفذوه، ما تم تنفيذه. المشكله هذه ومسبب لنا زحمه وتريلات وتنار. الجهه المعنيه هيئه الطرق ام الاشغال ام الاسكان؟ لا، هيئه الطرق. هيئه الطرق، ها؟ اي نعم، ان شاء الله انهم يسمعونا اخواننا في هيئه لان الطرق. زحمه يا ابو خالد، ما تصور. اكيد هي بالاساس وذهنيا وواقعيا لابد هني فتحه رئيسيه. ثلاث مداخل مسوينها في الخريطه. بس انا لاحظ، انا مر من هني لما اروح شب، في جسور وفي ممر طرق جديده. هذه وين رايحه؟ مو للمنطقه ولا مكان اخر؟ لا لا، مكان اخر. من عندنا ما في الا مدخل واحد مسوينه، والمدخل الثاني اللي يروح لعبد الله المبارك هذا مؤقت بعد. نعم. وثاني شغله، نبي دوريات تفتر في الليل عندنا، يعني صاير سرق المواد. سرق؟ اي، في سرق هناك. وين المخفر؟ الجهه المعنيه فيها؟ ما في دوريه تفتر ولا في احد يفتر كلش. يعني انت تشوف الحين على غلاء الاسعار، وبعد تنسرق بعد. نعم، ان شاء الله يا الهاجري، مشكور. يعني لا دوريات تفتر ولا في دورية. ان شاء الله، يعني شاء الله. على الاقل شيء، يعني بعد المغرب يسوون تفتيش مثلا في المنطقه، يشوفوا العماله السايبه. ان شاء الله يا الهاجري، ان شاء الله يا حبيبي. بس الله يرحم والديك، يعطيك العافيه. مشكور يا حبيبي، عافيك. محمد، حياك الله. جاك تحيا يا ابو خالد. حياك الله، مرحبتين، حياك الله. جاك الله، كيف الحال؟ الله يسلمك ويطول بعمرك. ابو خالد، عندي موضوع على الوافدين، احنا مو ضد الوافدين. لا من الهنود ولا من المصري، يعني جناس. لا تحدد جناس، يقول الوافدين. حاضر يا ابو خالد. ولكن قاعد نشوف احنا سيارات مو وزن اللي تمشي بالشارع. يعني بختصرها لك، لا ليتات، لا، ويجيك دعوم على سيارتك. واذا طقيت له هرن رفع ايده، انا عارف. شفيدني اسفك يا اخوي، انا على ما ودي سيارتي ابي لي اسبوعين ادخلها الوكاله، ويوم انك تجيني انت عارف ان سيارتك ما تسوالها. مع احترامي. وين دور وين استاذ محمد؟ المناطق يا الحلال، ما وين دور الفحص الفني؟ خل الفحص الفني قاعد تحت المظله ودوس بنزين، خله. وين الرقابه المروريه؟ تدعي مدير المرور يجي معاك اسئله الهسله الطيبه. قاعد نشوف سيارات قاعد تمشي بالشوارع مو طبيعية يا جماعة الخير. لا ليتات، لا صوبات، لا شيء. وشون يمشي هذا؟ شون طاف هذا؟ شون تعدى والدورية تمر عليك وك أنا رايح مهمة، دك على 112 وبلق. رجال جاي يدعمها البنات ويدعمها الرجاجيل ويدعمها السيارات الزينة، إن شاء الله. وسيارته ما تسوى لك مبلغ. أتمنى كلماتك يا محمد أنها توصل الأخوان المعنيين في قطاع المرور، إن شاء الله. مشكور يا محمد. تمت على خير. يا هلا هلا حبيبي. الهاجري يعني قال ما في دوريات. الأخوان الرصد في وزارة الداخلية الإعلام الأمني، ركزوا على الكلمات اللي قاعد يقولونها المتصلين الاثنين، محمد ومحمد، محمد الهاجري ومحمد يوسف. الهاجري يقول ما في دوريات في جنوب عبد الله المبارك، وسرقات قاعد تصير. فإذا ما في أمن أكيد تكون سرقات كثرانة، بس إذا شافوا لو زول عسكري تقتوام الكل يحترم نفسه.
فأتمنى تأخذونه بعين الاعتبار. ومحمد يوسف كلامه بعين العقل، سيارة متهالكة يمكن توقع بأي لحظة سيارته من نفسها تروح يمين وتشيلك أنت واللي على جهة اليمين كلهم. قيود أو شروط الأمن والوتانة ما تطبق على هذه السيارات. وسووا نقاط تفتيش، شوفوهم خالفوهم عشان يتعظون، لا يعرضون حياة الآخرين للخطر اللي أنا قلته قبل شوي. ناس قاعد تسوق يا أخوي محمد بدون إجازة، بدون إجازة، ما عنده إجازة يسوق، شلون ينفضح لما يسوي حادث؟ يعني قمة لا مبالاة عندهم. أتمنى من الأخوان يأخذونه. بس برد على مديرية أمن محافظة الأحمدي، الأخوان أتمنى الاهتمام في منطقة المهبولة، هناك أمور مخالفة كل الاشتراطات والقوانين والدور، في شيء ينقال على الهواء وفي شيء ما ينقال على الهواء. فطلعوا دورياتكم، الناس هناك قاعد تشتكي، أشياء قاعد تصير. يعني أتمنى من مدير مديرية الأحمدي أن يهتمون فيها، واتركوا عنكم خيران وتفاتيش اللي انتم عارفينها، قوم بدورك الأمني الصحيح الواقعي. من معانا اسمح نواف، حياك الله، تشكر طورنا عليك يا نواف، اسمح لنا. زين ممكن بس تعطوني هالدقائق بس أوصل رسالتي بعد إذنكم. قبل أقول رسالتي بس، وزير التربية في أحد فيكم شافه؟ استقال ولا ما استقال؟ نبي نعرف موجود ولا مو موجود، عشان عندنا كلام. الآن الناس تنتظر أولياء الأمور نتائج الثانوية العامة الفصل الأول والدور اللي قاموا فيه الأخوان في وزارة التربية. مع الوزير إذا أنت موجود قولنا موجود، لا تقول ارفع ايدك عشان بس نشوفك ندري انك موجود، لانك قدمت استقالتك على طرح الثقه غدا. يا ليت قدمتها على انعواج او خلل او مشكله لا سمح الله في وزاره التربيه، نقول استشعرت في المسؤوليه، بس انت رحت في جانب يا ليتك ما رحت له. رساله عتب لاخواننا في مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي، هذا النادي العريق والكبير عميد الأندية الرياضية في دولة الكويت. شيء مؤلم لما إحساسك يروح للآخرين وأبناء النادي ما تحس فيهم. نسعد أنا كمتابعين ومحبين وعاشقين لهذا الكيان لما نشوف اهتمام في اللاعبين الحاليين ومنحهم مكافآت مجزية. ثق تماما أن نفرح ونحس ونتلمس أن إدارة النادي تحس في أبنائها. لكن في شيء في جانب آخر لمن انتهى مشواره الرياضي في كرة القدم واعتزل بمعنى أصح، وسنوات قاعد ولم يتم تكريمه. هذا اللاعب اللي اعتزل هم أعتقد بحسبتي أكثر من 6 لاعبين لم يتم تكريمهم. عسى المانع خير، يمكن في ظروف عندكم احنا نجهلها، مع العلم ان هذول ياما فرحوك وفرحوني وياما ونسوكم وونسوني في دورهم في أرضية الملعب. ما نزل منه نقطة عرق، نزل منه دم حبا وولاء وانتماء لهذه الفنيلة البيضاء. فأنا أقول الأخوان قمتوا بدوركم، ومتمثلة في رئيس مجلس الإدارة أبو محمد، أعطيت البعيد وخليت القريب، صرنا عين عذاري يا أبو محمد. يستحقون الإبعاد، بس اللي يستحق أكثر أبناء النادي. أتمنى كلماتي توصل لإخواننا في مجلس الإدارة، وأتمنى أنكم تحسون أنكم أنتم يعني قايمين بدور جميل ورائع. فهذه رسالة عتب، أبناء النادي اللي أنهوا مشوارهم الرياضي يستحقون التكريم الآن قبل باكر. كلماتي توصل لكم، أسمع ردكم ودوركم، وشكرا. لازمي حياك الله. الله يحييك بجيك. تفضل. والله بس نكلمك عن موضوع جسر صبحان. اي نعم.
تفضل. جسر صبحان هذا اللي تحت خط مال الملك فهد. نعم. هذا ما سووش من زمان وحنا ننزل منه مرات نبلشر سياراتنا. جسر صبحان اللي مرتبط جسر صبحان. تحت جسر صبحان. اي هذا الطريق مال الملك فهد. ايش فيه؟ اي هذا الطريق دائم حتى نبلشر سياراتنا. لما ننزل نص الشارع مسوى ونص ما سوى متروك من زمان 4 شهور 5 شهور. يعني مخلين يعني في طرق يعني في نفس المكان سووها والجزء الاخر خلوه. العتب على المهندس اللي وقع حق الشركه وعطاهم الضوء. قصر على التلفزيون. قصر على التلفزيون. وبعدين عندك ومن فوق جسر سبحان لما الاسواق القرين. ايش فيها؟ هذا بعد يا استاذ هذا بعد هم بعد ما فيها. الله يخليك لي. قصر على التلفزيون واسمعني، انت قاعد تسمع نفسك. ان شاء الله ان شاء الله. تسمع صدى صوتك. تفضل يا عم. اي نعم. ايش فيه تقول باتجاه سواق القرين؟ اي باتجاه سواق القرين بعد هم شارع خربان وما حد سووه. لا يمكن لحد الان اكثر من سنه. لحد الان مع ان هناك جهات رسميه، المرور موجود هناك، الاقامه موجوده هناك، الجهات الرسميه لمحافظه مبارك الكبير موجوده هناك، ما يمرون على الشارع ما يشوفون؟ والله يشوفون بس البلديه موجوده هناك مبناها. والله ما ادري شويه حكومتنا الله يهديها. ايه نايمة الظاهر او دوام معصر ما يشوفون الصبح. ما ادري كانوا نايمين لكن ما صحوا. ان شاء الله. مشكور يا العاسي. مشكور يا محمد. والله مشكله. الرياضة قلنا الوزير. خلنا ناخذ أوجه كلماتي لوزير العدل مستشار جمال الجلاوي مدير عام القوة العاملة، تم وقفه من قبل مع الوزير اللي سبقك أشهر ورد خلال تواجدك عودة ميمونة. لا يعنيني هذا الشخص رغم اختلافي الكبير في أدائه، الشخص الكريم على عيني وعلى رأسي، أدائه لا أختلف معه جملة وتفصيل. زين، طول هذه الفترة تم وقفه، شنو استفدنا؟ شنو الدور اللي صار المسؤولية؟ ما حد حاسب. زين، 2000 بعدين 1500 بعدين 1000 بعدين 500 بعدين 250 حق عمر 60 سنة. من اللي تحكم بالقرار؟ الجهات المسؤولة أم أشخاص آخرين؟ زين 60 سنة، شو بيعطيني؟ شو بتجري أكثر؟ اتمنى نسمع منك الرد يا ابو خالد، وانت سيد العارفين لسعادتك المستشار. نبي نشوف هذا المدير شنو بيسوي، شنو النقله النوعيه اللي بيحطها للقوه العامله. راح وزير ويجي وزير، راح وزير ويجي وزير، اثنين قاعد متواجدين هو وابراج الكويت ما ينشالون. منو معاي دعم العمالة؟ يعني سبحان الله جت على وزنيته، دعم العمالة مو موجودة. احنا المدير توارات، فهذه انجازات لابد انه يوقفكم شوي، اخركم شوي، يعطلكم شوي، لازم يدغدغكم شوي. نقول للاخوان بحسابكم مع القوة العاملة بينوا الاسباب. اليوم التاريخ كم؟ اليوم 25. انتم دائما تنزلونه قبل 25 او 25 معنا صح، ما نزلتوه. أخاف خذ فلوسكم مدوها بنق الادخار 300 مليون من 800 مليون. إنجاز الكبير لأخواننا أعضاء مجلس الأمة، إنجاز يسطر بماء الذهب ينقش على الحجر. يا عمي والله كم مساكين، طبعا اللي هم نواب مجلس الأمة وليس القوة العاملة. نشوف بعض الوسائل الخليجية، يا سبحان الله اللي هي الإخبارية، يا سبحان الله تشوف إحنا كمتابعين تشوفه لما يتكلم في موضوع يهم الشأن الكويتي. تشوف مقدم البرنامج، شوفوها يا أخوان وتابعوها، وقفته وقفة شموخ وصوته يعلو ويتكلم بكل ثقة. بس لما هذه القناة تروح لأي دولة خليجية ثانية، شوفوا هذا نفس الشخص نزل راسه والسم وحاضر
وابشر وان شاء الله. عندنا اسود عندهم ارانب، ترى الاسود هني اسود، بس الشرها على الاخوان اللي يعطيكم ماده اعلاميه او يسوق لكم هذه الماده الاعلاميه، ويكون الدور يكون الدور يكون اجمل لهم. يا اخواني لما نتكلم على دور اللي يقومون فيه الاخوان يجب ان يكون هناك استشعار. اخواننا نواب مجلس الامه يعتقدون انهم اذكى من المواطن الكويتي، مع العلم المواطن الكويتي اذكى مني ومنك ويعلم ما بين السطور. فلا تذاكون، لا تحطون نفسكم اذكياء وانتم يعني ابجديات السياسه، اخذ وهات ما تعرفونها، طقه وباص ما تعرفونها، تمريره ما تعرفونها، تسويق ما تعرفونها. اتمنى ان كلماتي توصل لمن يعنيه الامر ان شاء الله. انا وصلت معاكم للختام. يا حاضر، ما اقدر، مخرجنا يقول لك ممنوع تختم. حاضر يا مخرجنا، ما اقدر نقول لك شيء. فاذا بتكلم هالدقيقتين لا تخلوني احط حرتي في اعضاء مجلس الامه، ترى دابلين كبد اليوم. اتمنى تفكوني منهم ويفتكون مني. هذه الدعوه قلتها لكم يا اخوان بخصوص الوضع اللي صار في القضيه الاسكانيه، لاي وزير يمثل مجلس الوزراء ولاي نائب يمثل مجلس الامه. تعال خلينا نسولف انا وياك امام الملء بما تم انجازه من القضيه الاسكانيه اليوم اللي انتم صدحتم فيها وتغنيتم فيها. نبي نعرف، نبي نبين اللي لنا واللي علينا، نبي نبين الدور اللي انتم تقومون فيه. هذا الدور المطلوب منكم يا اخواني. بس انه تسوون بهرجه من لا شيء، لا حبيبي. دستورنا كفل حق المأوى اللي هو السكن للمواطن الكويتي، انه يكون له مأوى وسكن. هل رفعتوا الليمت؟ كان المبلغ مبلغ ورفعتوه اعلى من المبلغ، ما شفنا شيء. اللي حطيتوه اليوم 11,000، اذكروها ودونوها وسجلوها، اشهر بسيطه وشوفوا. هذه ما تكفي قطعتين من مدينه المطلع، فما بالك المناطق الاخرى. وصلت معاكم للختام، وننتقل إلى فقرة الاستئناف مع زميلتي رشا. يا جماعة سالفتكم أنتم اليوم، رشا الظاهر ما يبوني أسلمك. يلا رشا الكلمة عندك. كل الشكر لك زميلي المبدع دائما بداح السهلي، وشكرا